مع التطور التكنولوجي المتسارع وما يحتوي من كميات هائلة من النصوص على السوشيال ميديا، لكنها تبدو كسراب بقيعة فلا ترتقي إلى مستوى المعلومات التي تحتويها الكتب سواء المطبوعة أو الإلكترونية. أولاً لنتفق أن القراءة تعتبر من أكبر المتع في الحياة، وأنها أصبحت في الوقت الحالي ضرورة حياتية بسبب تضارب الأفكار والتوجهات واختلاف وتباين الآراء ووجود كثير من الأفكار الدخيلة أو الأفكار التي تفرض نفسها على الشباب أو على الناس بشكل عام كحقائق يجب اتباعها. يعني القراءة تمثل الدرع أو السلاح لأجيالنا بشكل عام في مواجهة هذه الأفكار الطارئة التي يمكن أن تؤثر على عقول شبابنا. في وضعنا الحالي يعتبر القراءة ركيزة ومهمة للتعامل مع الحياة. القراءة بشكل عام تمنح المرء سعة في الفهم، في الوعي، في السلوك، في التعامل، في الحياة. القراءة هي غذاء العقل، فمثلما يحتاج الجسد للغذاء كذلك العقل يحتاج للغذاء من خلال القراءة التي تنمي الفكر وتهذب النفس وتوسع من دائرة الثقافة والإبداع. وما يلاحظ أن الأرصفة تتكدس بالكتب والمكتبات والأكشاك مملوءة وتشكيك مساحتها، ولا تجد من يلتفت لها أو من يقتنيها إلا القليل جدا. للأسف الشديد نحن نعاني أمية ثقافية مروعة، حتى الطالب الجامعي، الأستاذ الجامعي لا يعطي القراءة والتثقيف الأهمية المطلوبة. نحن يجب أن نزرع في أبنائنا، في أنفسنا حب القراءة. طبعا القراءة إذا تحولت إلى عادة ستصبح عادة ملحة، إدمان. يجب أن تقرأ كل يوم جزء معين من كتاب يفيدك، كتاب يضيف لك في الحياة. طبعا أنا أنصح خاصة التربويين في كل مراحل التعليم أن يزرعوا في أبنائنا حب القراءة، وهناك وسائل معروفة لكي الأبناء يعشقوا القراءة. اختيار الكتاب بهدف، اختيار الكتاب الممتع السلس، تحويل القراءة إلى عادة إلزامية. أنا في بداية قراءتي كنت ألزم نفسي بالقراءة 20 صفحة في اليوم، ربع كتاب. يجب أن نلزم أنفسنا بالقراءة حتى تتحول إلى عادة لا نستطيع الفكاك منها. ومع أن الكتاب هو الجليس الذي لا ينافق ولا يجامل ولا يداهن، بل هو الصديق الجيد والصاحب الذي يجود بكل ما يملك لك، إذ أن القراءة تغير بشكل عام الأفراد سلوكا ومعاملة، وتحصن المجتمعات وتنقيها من الشوائب والترهات. نعم الأنيس إذا خلوت كتاب تلهو به، إن خانك الأحباب لا مفسيا سرا إذا استودعته وتفاد منه حكمة وصوابا.